عايزين حضرتك تكلمنا عن الراحل العملاق عمار الشريعي، احد اعمده الموسيقى العربيه من الناحيه الانسانيه. من الناحيه الفنيه؟ الانسانيه. الانسانيه. طبعا عمار الشريعي لو اتكلمت عنه بالنسبه في تاريخ الموسيقى العربيه، احنا بنقسمهم لاجيال. يعني في الجيل الاول اللي ظهر في بدايه القرن العشرين، بيتكون من خمسه الكبار، من اول سيد درويش طبعا وعبد الوهاب والسنباطي وزكريا. الجيل الثاني اللي ظهر بعديهم في فتره نهايه الثلاثينات والاربعينات، بدايه الاربعينات، كان طبعا فريد الاطرش، محمد فوزي، وكريم محمود، عبد المحمود، كل هذه المجموعه. الجيل الثالث اللي ظهر بعد ثوره 23 يوليو بعد 52، كان اربعه اساسيين، وهم طبعا كان منير مراد، كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي. الجيل بقى اللي ظهر في منتصف السبعينيات وبدايه الثمانينات كان هو الجيل بقى الرابع، اللي هو عمار الشريعي. ظهر معاه الدكتور جمال سلامه، وطبعا الفنان الكبير هاني شنودة، ربنا يديله الصحه، واحدثوا طفره جديده في الموسيقى وقتها، وكان اولهم طبعا عمار الشريعي. اول حاجه هو عمار الشريعي انجازاته في الموسيقى العربيه، لما نيجي نتكلم عنه هنقول ان هو اساسا هو اللي يعتبر طور ما يعرف بالكتر الغنائي والموسيقى التصويريه في الافلام. صحيح. انت حضرتك قلت جزء مهم، انا بدات علشان نعرف مكانته فين وهو من انه جيل، بدات بهذا الجانب الفني. ولكن لو اتكلمت عن الجانب بقى الانساني، من عمار الشريعي اولا يعني معروف انه كفيف، ورغم كده تحدى كل الصعاب، وانا كاتب عنه قبل كده بحث انه مفكر موسيقي، مش مجرد مؤلف او ملحن او فنان فقط، ده مفكر ايضا موسيقي طبعا. ودليل على ذلك ان كان في اي تكنولوجيا حديثه كان اكثر اول. طب فعلا ده بيودينا لسؤال، انه ازاي قدر يتغلب عن اعاقته وقدر يتفوق في الموسيقى ويعمل كل الاعمال الموسيقيه الخالده لحد الوقت دي، بالرغم انه فعلا ما كانش فيه تكنولوجيا، وفعلا برغم اعاقته. ده هو اساسا اول واحد استخدم التكنولوجيا والكمبيوتر في الموسيقى على فكره في مصر. وليه براءه اختراع على فكره، الاورج كان لما طلع في السبعينيات كان ما كانش بيدي الثلاث ارباع تون اللي هو النغمات الشرقيه. عمار الشريعي من ضمن الناس او من الاساسيين اللي عملوا الثلاث ارباع تون، ودي براءه اختراع ما حدش يعرفها عن عمار الشريعي. واللي قال لي كده الدكتور دينا نصار كان صديقه الصدوق، وانا سمعت عمار الشريعي بنفسه هو بيتكلم عن هذه التجربه، ازاي كان بيستخدم التكنولوجيا والكمبيوتر. دخل قال لي قعد مع نفسه، دخل الباب قعد يتعامل مع الكمبيوتر، هو رغم ان هو كفيف واستطاع ان هو يتعرف على جميع البرامج الموسيقيه. ومن ضمن الحاجات ان هو في اله الاورج كان النغمه اللي هي الثلاث ارباع تون بنسميها في الموسيقى العربيه السيكا، كان له الفضل ان هو يعملها بشكل الكتروني او بشكل كهربائي. كانت بتبقى في صعوبه، مانيوال كان بيتعمل بمفك ومش عارف ايه، موال كده. هو لما عملها في شركه كبيره جدا بدون ذكر اسماء معروفه في الارض، كانت دايما كل لما تعمل يعني تحديث جديد للارج كل سنه كان يبعتوا له نسخه هديه، باعتبار ان هو كان صاحب الفكره ان هو يتعمل ارج شكل. دي من ضمن الحاجات اللي ناس كتير ما تعرفهاش عن عمار الشريعي، باعتبار ان هو يعني مفكر ايضا وناقد.